أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا في دروس درسنا لهذا اليوم إلى طلاب الصف الثاني ثانوي الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات. موضوع درسنا لهذا اليوم الدوالة المثلثية العكسية، إعداد الأستاذة سميرة السالم وتقديم معتصم الجهني. سنتعلم في درسنا لهذا اليوم إيجاد قيم الدوالة المثلثية العكسية، إيجاد قيمة مثلثية، حل المعادلات المثلثية باستعمال الدوالة العكسية، وأخيراً استعمال الدوالة المثلثية العكسية. بداية راح نتعرف على الدوالة المثلثية العكسية. أول دالة راح نتعرف عليها هي دالة الجيب، ودالة الجيب هي y يساوي ساين x. أما دالة الجيب العكسية وهي y تساوي دالة معكوس الجيب، ودالة معكوس الجيب هي تساوي ساين انفرس x. المدى لدالة معكوس الجيب لاحظ فيه أنه بين السالب واحد والواحد، إذا نقول x، حيث أن هذه x محصورة بين الواحد وبين السالب واحد. أما في المدى نلاحظ فيه أنها لا تتعدى 90 درجة ولا سالب 90 درجة، إذن الواي محصورة بين 90 درجة وسالب 90 درجة، وبالراديان فهي محصورة بين باي على 2 وسالب باي على 2. الدالة الثانية هي دالة جيب التمام، وهي واي يساوي كوساين اكس، ودالة جيب التمام العكسية وهي دالة معكوس جيب التمام، وهي تساوي كوساين انفرس x. المجال لهذه الدالة تلاحظ فيه أنه محصور بين الواحد وسالب واحد، إذن x، حيث أن هذه x محصورة بين الواحد وسالب واحد. وإذا جينا للمدى تلاحظ فيه أن مدى هذه الدالة بدأ من الصفر إلى 180 درجة، إذن هو الواي محصورة بين الصفر و180 درجة، ونلاحظ هنا بالراديان فهي بين الصفر وبين الباي. الدالة الثالثة هي دالة الظل، ودالة الظل هي y تساوي tan x. دالة الظل العكسية هي y تساوي دالة معكوس الظل، وهي tan inverse x. المجال لهذه الدالة هو R، مجموعة الأعداد الحقيقية. أما مدى هذه الدالة لاحظ فيه أنه لا يتجاوز 90 درجة ولا يتجاوز سالب 90 درجة، إذن الواي محصورة بين 90 وبين سالب 90 درجة. أما لو جينا بالراديان فنقول أن الواي هي محصورة بين باي على 2 وسالب باي على 2. المثال الأول، أوجد قيمة كل مما يأتي بالدرجات وبالراديان. الفقرة الأولى وهي كوساين انفرس لسالب جذر 3 على 2. الحل هنا على أكثر من طريقة، رح نتعرف على عدة طرق تساعدنا على حل هذه المسألة. ونبدأ بالطريقة الأولى وهي استعمال دائرة الوحدة. أولا رح نوجد نقطة على هذه الدائرة الوحدة وهي سالب جذر 3 على 2. إذا نقول هنا إحداث هذه النقطة هو سالب جذر 3 على 2 ونص. نلاحظ فيه أن كوساين ثيتا تساوي سالب جذر 3 على 2، إذا قيمة هذه الزاوية راح تساوي 150 درجة. إذا كوساين انفرس لسالب جذر 3 على 2 يساوي 150 درجة، وبالراديان تساوي 5 باي على 6 راديان. نجي للطريقة الثانية، والطريقة الثانية هي استعمال الزاوية المرجعية. لاحظ هنا أن المطلوب في هذا السؤال هو كوساين انفرس لسالب جذر 3 على 2، إذا الثيتا هي محصورة بين الصفر وال180 درجة، إذا تقع في الربع الثاني. إذا كوساين ثيتا راح تساوي جذر 3 على 2،
نبغى نوجد هذه الزاوية المرجعية. إذا الزاوية المرجعية تساوي 30. بعد إيجاد الزاوية المرجعية بالدرجات راح تكون بالراديان، هي باي على 6 راديان. الآن ثيتا راح تساوي 180 درجة ناقصا الزاوية المرجعية. إذا 180 ناقصا 30 وتساوي 150 درجة، وبالراديان هي 5 باي على 6 راديان. الطريقة الثالثة هي أنه نستخدم الآلة الحاسبة، وباستخدام الآلة الحاسبة نضغط أولا على شيفت كوساين، بعدها راح نقول ناقص جذر 3 على 2، نضغط يساوي ويطلع عندنا الجواب يساوي 150 درجة، وبالراديان هي 5 باي على 6 راديان. وأيضا الطريقة الأخرى هي شيفت كوساين سالب جذر 3، ما نحط هذا الكسر، لا نحط علامة القسمة 2، ونقول يساوي، وأيضا راح يطلع عندي ب 150 درجة، وبالراديان هي 5 باي على 6 راديان. إذن الحل هنا بأكثر من طريقة، ونستخدم هنا الطريقة اللي تناسبنا لإيجاد الحل. مثال: أوجد قيمة كل مما يأتي بالدرجات والراديان. دالة معكوس الظل سالب 1. إذن بداية إذا جينا نستخدم الآلة الحاسبة اضغط على شيفت، بعدين تان، وبعدها سالب 1، واضغط علامة يساوي ويطلع عندنا الجواب بسالب 45 درجة، وبالراديان سالب باي على 4 راديان. تدريب: أوجد قيمة كل مما يأتي بالدرجات وبالراديان. كوساين إنفرس لجذر 2 على 2. إذن إذا جينا نستخدم الآلة الحاسبة نضغط بداية على شيفت، بعدها كوساين، بعدها جذر 2، قسمة، بعدها نكتب 2، وبعدها علامة المساواة، ويطلع عندي الجواب يساوي 45 درجة، وتساوي بالراديان باي على 4 راديان. الفقرة ب: ساين انفرس للصفر، اضغط أولا على شيفت، بعدها ساين، اضغط بعدها على رمز الصفر، المساواة، وأخيرا يطلع عند الجواب ويساوي صفر، وبالراديان أيضا راح يطلع عند الجواب يساوي صفر. مثال: أوجد قيمة ساين كوساين انفرس للنص مقربا الجواب إلى أقرب جزء من المئة. استخدم الآلة الحاسبة، أولا اضغط على الساين، بعدها شيفت، بعد الشيفت كوساين عشان يظهر لدي هذا الرمز وهو كوساين انفرس، بعدها اكتب 1 علامة القسمة، اكتب 2، واضغط رمز المساواة، ويطلع عند الجواب يساوي جذر 3 على 2، وتكون تقريبا بفاصلة 87 من 100. تدريب: أوجد قيمة تان كوساين انفرس 2 على 5 مقربا الجواب إلى أقرب جزء من 100. إذا نستخدم الآلة الحاسبة، اكتب بداية تان، بعدها شيفت، بعدها كوساين. إذا راح يظهر عندك في الآلة الحاسبة كوساين انفرس. الآن اكتب 2 علامة القسمة، بعدها اكتب 5، وأخيرا اضغط على زر اليساوي، ويطلع عندنا الجواب يساوي 2.29 تقريبا. المعادلة المثلثية هي معادلة تحتوي على دوال مثلثية بزوايا مجهولة القياس. حل المعادلة المثلثية يعني إيجاد قياس الزوايا المجهولة والتي دوالها تجعل المعادلة المثلثية صحيحة. إذن لذلك بإعادة كتابتها باستعمال الدوال المثلثية العكسية.
مثال: إذا كان ساين ثيتا تساوي سالب فاصلة 35 من 100، فأوجد قياس الزاوية ثيتا بالدرجات. إذن جيب هذه الزاوية يساوي سالب فاصلة 35 من 100. إذن ساين إنفرس لسالب 35 من 100 هيعطيني قيمة هذه الزاوية. إذن نستخدم الآلة الحاسبة ونضغط علامة الشيفت بعدها علامة الساين ويظهر لدي هذا الرمز وهو ساين إنفرس. بعدها أكتب سالب فاصلة 35 من 100، بعدها اضغط على يساوي ويطلع عندنا الجواب تقريبا ب 20.48. إذا قيمة ثيتا تقريبا تكون 20.5 درجة. تدريب: إذا كان تان ثيتا تساوي 1.8، فأوجد قياس الزاوية ثيتا بالدرجات. ظل هذه الزاوية ثيتا يساوي 1.8، إذا تان إنفرس لواحد فاصلة ثمانية رح يعطيني قيمة الثيتا. إذا نستخدم الآن الآلة الحاسبة، اضغط على الشيفت بعدها تان، يظهر لديك الرمز تان إنفرس. اكتب 1.8، اضغط على علامة المساواة، يطلع عندنا الجواب تقريبا ب 60.945. إذا ثيتا تقريبا راح تساوي 61 درجة. مثال: لعبة تزحلق للأطفال ارتفاعها 2 وطولها 3 كما في هذا الشكل المقابل. اكتب دالة مثلثية عكسية يمكن استعمالها لإيجاد قيمة هذه الزاوية ثيتا التي تصنعها لعبة التزحلق على الأرض، ثم أوجد قياس هذه الزاوية بالدرجات إلى أقرب جزء من 10. لاحظ الآن لديك من المعطيات الوتر والمقابل. إذا الدالة المثلثية اللي نستطيع إيجادها هي دالة الساين، لأنها هي المقابل على الوتر. إذا ساين ثيتا تساوي 2/3. عشان نوجد قيمة هذه الزاوية ثيتا راح نقول أن ثيتا تساوي ساين إنفرس لاثنين على ثلاثة. إذا ساين إنفرس لاثنين على ثلاثة تساوي 41.8، ونحلها هنا باستخدام الآلة الحاسبة. تدريب: يظهر الشكل المقابل هنا منحدرا للتزلج. اكتب دالة مثلثية عكسية يمكن استعمالها لإيجاد قياس الزاوية ثيتا التي يصنعها المنحدر مع سطح الأرض، ثم أوجد قياس هذه الزاوية بالدرجات مقربا إجابتك إلى أقرب جزء من 10. لاحظ هنا إن من المعطيات لدي المقابل والمجاور. إذا الدالة المثلثية المناسبة هي تان ثيتا وهي تساوي 6/10، لأن المقابل هنا ب6 على المجاور ب10. إذا ثيتا تساوي تان إنفرس ل6/10، ونحلها باستخدام الآلة الحاسبة ونضغط شيفت تان، بعدها يظهر لدي الرمز تان إنفرس 6/10، وتكون قيمة ثيتا تساوي 30.9. تقويم: مثال اختياري: إذا كان ساين ثيتا تساوي 0.422، فإن قياس الزاوية ثيتا بالدرجات تقريبا تساوي 25, 42, 48, أو 65. لاحظ الآن عشان نجيب قيمة ثيتا راح نقول ثيتا تساوي ساين إنفرس لفاصلة 422. إذن كيف نحلها باستخدام الآلة الحاسبة؟ نضغط شيفت، بعدها رمز الساين، بعدها نكتب فاصلة 422، ونضغط على علامة اليساوي ويطلع الجواب تقريبا ب25 درجة. إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار A. تقويم: مثال اختياري: ما ارتفاع المنحدر الذي يمثله الشكل المجاور؟ أولا لكي نجد هذه الزاوية، لاحظ هنا
أن الدالة المثلثية المناسبة هي كوساين ثيتا وهي تساوي 10/12. إذن الثيتا هذه لإيجادها راح نقول أنها تساوي كوساين إنفرس لـ10/12. إذن استخدم الآن الآلة الحاسبة وإضغط شيفت كوساين 10^12 وتطلع قيمة ثيتا تقريبا بـ33.6، ويكون الاختيار الصحيح هو الاختيار دي. تعلمنا في درسنا لهذا اليوم دالة الجيب العكسية، ودالة الجيب العكسية لاحظ فيها أن المجال فيها محصور بين الواحد والسالب واحد، وأيضا نلاحظ فيها أن المدى بين 90 وسالب 90 درجة. الدالة الثانية وهي دالة الظل العكسية، لاحظ في هذه الدالة أن مجالها مفتوح وهو بـR، لكن لاحظ في المدى أنه بين 90 وسالب 90 درجة. أخيرا دالة جيب التمام العكسية، نلاحظ في هذه الدالة أن مجالها بين السالب 1 والـ1، أما المدى لاحظ هنا أنه بدأ من 0 إلى 180 درجة. وفي نهاية هذا الدرس أتمنى أكون وفقت في تقديمه، وإن شاء الله نشوفكم في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.